مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة، ويا رب تنول إعجاب حضراتكم. تحية لكل متابعينا الكرام بيشوفونا من خلال شاشة قناة الأهلي، كل الحب والتقدير لحضراتكم. النهاردة هنعمل وصفة جميلة طلبت مننا، وطبعا بشكر كل أصدقائي اللي بيتابعوني من خلال الصفحة الشخصية شيف عظيمة حمدي بالعربي. كل يعني اللي حضراتكم عاوزين تشوفوه من خلال شاشة الأهلي ابعتوا لي بس، واحنا إن شاء الله بنحطه في الأولوية، وبإذن الله هنعمل حلقة تخزين المانجا، وهنشتغل القمر الدين المانجا عشان اللي عايز يخزن لرمضان من عندي والعندي حاضر. النهاردة هنبدأ نعمل وصفة داوود باشا. وصفة داوود باشا دي من الوصفات الجميلة، وأصدقاء لينا طلبوها، حطيناها النهاردة في المنيو بتاعتنا. هي ليها قصة طريفة كده هنشوفها مع بعض، لكن اسمحوا لنا نقول المقادير الأول. بسم الله. كفتة داوود باشا، عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي بصل مفروم ناعم، عندي معلقتين من الدقيق، عندي بهارات لحم، وعندي كمان فلفل أخضر متقطع صغير جدا، عندي قرفة حسب الرغبة، وعندي فلفل حار قرون لو انتوا حابين ده حسب الرغبة، عندي ملح وفلفل اسود طبعا. الصلصة بتاعتها عصير طماطم متصفية ومضروبة في الخلاط، معلقتين كبار من الصلصة، وعندي معلقة صغيرة من الهريسة، ودي اختيارية لو حابين تضيفوها أو تشيلوها، وعندي ثوم مفروم جوز الطيب والمرق وملح وفلفل. طبعا لو في مرق لحمة هيبقى أفضل، لو ما فيش مرق لحمة عايزين تحطوا مرق خضار مفيش مشكلة، في مرق دجاج برضو مش هيقول لأ. طيب احنا هنبدأ في الوصفة بتاعتنا. بسم الله. هي بتتعمل الأول كور لحمة عادية خالص، وهنحكي بقى عن القصة بتاعت داوود باشا، الكرات بتاعت داوود باشا، لأن هي أصلها للقرن ال19 في العصر العثماني. اتسمت ليه كده؟ لأنه الحاكم اسمه داوود باشا التركي، وكان محب لكرات اللحم اللي بتتعمل باللحم والبصل والطماطم، كانوا بيطبخوها أشهر الطباخين في تركيا وبلاد الشام. وتقريبا في يوم كده الطباخ أخفق أو غلط في مكون المكونات، فالملك لاحظ الطعم واتضايق وعاقب الطباخ، يعني راح في شربة مي. فاتسمت الحقيقة من وقتها باسم الحاكم داوود باشا التركي. هو ما اقترح، يعني هي ما اخترعتش، ولكن هو كان بيحب كرات اللحمة اللي بالبصل بالطريقة دي، ومن ساعتها احنا بقينا بنعمل كفتة داوود باشا في المناسبات. تعالوا بقى كده نقول بسم الله. أنا هاخد كده طاسة، هحاول أسخنها جنبي شوية علشان أنا محتاجة هديها يعني تعفيرة في الدقيق، وبعدين هبدأ أشتغلها معاكم. بصوا بقى، أول حاجة هناخد بولة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد أول حاجة شوية من البصل. هنتبل طبعا البصل ده زي ما اتفقنا، ملح وفلفل. البصل لما بيتبل بيبقى جميل، وهسيب شوية هعملهم مع الصلصة، يعني هاخد شوية، هاخد بس الكبير منه. طبعا هو احنا اتكلمنا عن البصل في بيقوي بصيلات الشعر جدا، في ناس كتير بتعصره بتحط الميه بس هو ريحته بتبقى قويه، بس عايزه اقول لكم هو مفيد جدا، بيعالج البرد وبيقوي المناعه، في نسبه فيتامين سي كبيره، ويعني بيكافح الكانسر بعيدا عنكم يا رب، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. هنحط رشه ملح وفلفل، نتبل بس، ورشه من توابل، ادي كده رشه هنا من بهارات اللحمه الكبيره، وحتى تاتش بسيط من ايه، من القرفه. بصوا بقى، هبدا اخد كده بايديا الاول البصلايه كده شويه اطعمها حلو. البصلايه دي ما بتطعم حلو، عارفين حتى لو في الحواوشي اعملوا البصلايه كده الاول وسيبوها شويه تعرق، بيقولوا عليها ايه، تنزل شويه ميه، وبعدين ابداوا ضيفوا اللحمه، وبعدين اخلطوا اللحمه بيها وسيبوها برده شويه اللحمه تعرق مع البصل. عايزه اقول لكم بتطلع طعم الحواوشي رائع رائع. هناخد بقى اللحمة المفرومة كده مع البصل كده. عايزة أقول لكم الوصفة دي، شوفوا هي بسيطة وجميلة، لكن بتبقى في المناسبات وبتتحط كده بتبقى رائعة، وكمان بتدي طاقة عالية وسعرات حرارية كبيرة الحقيقة. بصوا كده، نقفل بقى تقفيلة حلوة كده، ونبدأ إيه، أنا عايزة اللحمة تبقى، لان هكورها وهديها تشويحه، وبعدين هبدا اعملها الصوص اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي مع بعض. عارفين ازاي قريبه شويه من الكفته الرز، بس مع اختلاف طبعا ان دي كرات اللحم.
كرات اللحم دي كمان بالصلصه ممكن تتعمل على مكرونه سباكيتي او مكرونه فتحه مسلوقه فقط. مين معانا حبايبي؟ مش سامعاكوا، بتقولوا مين معانا؟ ناخد كده ملح وفلفل. بهارات اللحمه كده تمام جدا. انا بقى هحط معاها شويه من الفلفل الرومي ده بسيط قوي جوه الكرات، حاجه بسيطه كده تتطعم تبقى طعمها حلو قوي بعيدا عن الايه التقليديه. وبسخن هنا طاسه، وقبل ما هبدا اكور فيه الكور دي بسم الله هنبدا بقى نعمل ايه، نشوحها في معلقتين الدقيق. هاخد معلقتين الدقيق دول في بوله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط هنا معلقتين الدقيق كده وهقفل كده الكور الحلوه دي بقى. وتعالوا ايه نعمل شويه كور حلوه وهننزل هنا جنب الدقيق لحد ما نعمل شويه يا دوب ابطنها او ابدرها زي البودره كده خفيف. وبعدين هاخدها على الطاسه مع معلقه زيت عشان تاخد لون ذهبي كده حلو تفصل، ولما اجي اعمل لها الصوص بتاعها تبقى الدنيا جميله. هنعمل دلوقتي الصوص، هناخد شويه من البصل ده ونحط معاه ثوم ونحط بقى بقيه المنكهات بتاعتنا الحلوه علشان نعمل الكور الجميله دي. شايفين ازاي؟ تبقى كده ساقعة، ويا ريتكم لو تسقعوها شوية أو تحطوها شوية في التلاجة أو في الفريزر قبل ما لو بعد ما تكوروها يعني علشان تبقى متماسكة دايما في الطاسة وتبقى جميلة. وأنا دلوقتي هبدأ أسخن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شوف هنا النار شغالة. لأ نشغل النار هناك أهو، وايه تسخن بس البان ونبدا نعمل نشوح فيها الحاجات الحلوه دي. نحط الصوص بتاعنا ونجهزه عشان ننزل فيه كفته داوود باشا، ما تاخدش وقت في السوا على فكره. وزي ما قلت لحضراتكم تقدروا تقدموها بقى مع رز، انا النهارده هعمل شويه رز برده لطاف جدا. خليني كده ايه رز هنسويه عادي بس انا هعمل له شويه بشاميل خفيف كده. كده ادي الكور، هنعمل رز كده هنحمره ونسويه شويه وبعدين نعمله بالصوص بشاميل كده ايه. ولو عندكم شويه رز بايت وحبيتوا تعملوا الوصفه دي جنبه برده مش هيجرى حاجه، بدل ما تعملوا رز جديد برده الرز ده بيبقى جميل. رز البايت تقدروا تعملوا فيه فكرتين، تعملوا كور الرز، تعملوا منه الرز اللي بالبشاميل، تعملوا رز بالبشاميل ساده او رز بشاميل او زي الرز المعمر، او تعملوا منه رز بالبشاميل بالخضار. شوحوا مثلا شويه بسله على شويه فلفل على لو عندكم شويه لحمه مفرومه او بالخضار بس هيبقى جميل. بصوا هنعمل بس كام كوره كده حلوين وايه ونبدا نتعامل مع الموضوع كده. واول ما تسخن هشوح البصل والثوم هناك. تعالوا بقى ننزل كده شويه الايه زيت هنا، زيت النباتي اهو. بسم الله ون ايه وهناخد معلقتين بصل وهناخد الثوم وهنزل. ومعانا ام اسلام. يا صباح الفل، يا صباح الهنا، ومني انا حبيبه قلبي، صباحك رضا من رب العالمين يا رب. صباح الفل ان شاء الله يا قلبي يا روحي، تسلميلي يا رب. حبيبه قلبي والله انت بنتي والله اللي انا ما جبتهاش. ربنا يخليكي ليا، ده شرف ليا والله. انت اخت اسلام والله. هو انا طول يبقى عندي ام جميله كده؟ يا رب يخليك ويعزك والله. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يبارك لك. وحلوه قوي الكفته دي، ممكن تنفعنا في المصايف. قوي وجميله طعمها حلو. اعملها قبل ما اسافر.
خلاص على خير وتروحي وترجعي بألف مليون سلامة. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يسعد كل أوقاتك يا رب. ربنا يخليكي وتسلم إيدك على كل اللي أنت بتعمليه يا حبيبتي. حبيبتي تسلميلي يا رب وتعيشي. ربنا يخليكي وبشكر كل القناة الجميلة حبيبتي. قناة الأهلي حبيبتي. اللي احنا منها بجد يعني وهم كمان فوق راسنا والله. ربنا يخليكي. بشكر كمان كرور برنامج رانيا وندى وكلهم بجد وإسلام حبيبتي. كمان يا روحي تسلمي. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي. تحياتي. ربنا يعزكم. اللهم أمين يا رب ويخليك يا أم إسلام. ما نتحرمش منك حبيبتي. أبدا ولا من سماع صوتك. شكرا يا قلبي. كتر ألف خيرك. اتفضلي حبيبتي في حفظ الله. تسلمولي يا رب. ربنا ما يحرمنيش من حضراتكم أبدا. بنشوح تشويحة حلوة كده الريحة روحت رشة ملح وفلفل برضو. وبعدين هبدأ بقى أول حاجة بنزلها اللي هي الصلصة. ليه بقى؟ عشان لو هي فيها مادة حافظة أبدأ أطلع المادة دي في التحميصة دي. مهم قوي الموضوع ده. بسم الله شوحها كده. طبعا الهريسة دي اختياري، أي حاجة حارة حضراتكم عاوزينها دي اختياري. دلوقتي الفلفل الشطيطة موجود كتير في السوق، فأنتوا لو عاوزين مفيش مشكلة تقدروا تعملوا الهريسة الحارة. وننزل بقى صوص الطماطم ونسيبها تتسبك شوية. معانا أستاذة فاطمة من القاهرة. يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول مرة أشوف الطبق على البرنامج ويعني حقيقي حلوة قوي الوصفات اللي حضرتك بتعمليها. يا حبيبة قلبي كتر ألف خيرك والله تسلميلي كلك ذوق. تسلمي يا فاطمة. بقى حاجة وصفات بقى لدخول المدارس يوم الأحد عندنا يا روحي على خير إن شاء الله من عيني. حلوة أكتر. احنا الاسبوع اللي جاي عاملين كل وصفات الخاصه بالمدارس، المعجنات كلها وكل الحاجات اللي ممكن تنفعكم في اللانش بوكس ان شاء الله. كده كده هفضل متابعك على طول بقى. انا اول مره اشوف. يا حبيبتي ده شرف ليا والله وشكرا وميرسي على اتصالك الجميل ده. ميرسي ليكي جدا. تسلمي لي وربنا يوفق لك اولادك حبيبتي واسرتك جميعا يا رب. شكرا ليك يا فطومه. بصوا بقى انا هنا سايبه هنا خلاص الصوص ياخد وقته. طبعا ممكن ازود، انا بسخن ميه سخنه وطبعا لو عندي مرق هيبقى جميل لو زودت شويه، بس انا حاسبها كده عقبال ما انا اخد في الطاسه تشويحه للكرات اللحم دي. الولاد في المدارس عايزين يديهم حاجات مفيده، عايزين نعمل لهم افكار ان شاء الله الاسبوعين اللي جايين هنعمل حاجات حلوه للمدارس باذن الله. حتى الشيبسي ان شاء الله هنعمل له حلقه اوريكم بقى الشيبسي بره بيتعمل ازاي في المحلات والبطاطس بنقطعها ازاي. معانا ام جوزيف. يا صباح الفل. صباح العسل يا شيف عظيمه. ازيك حبيبه قلبي ام جوزيف؟ عامله ايه؟ ربنا يخليكي يا رب. الحمد لله يا عمري. يا رب دايما الاحفاد الغاليين زي الفل يا قلبي. ربنا يخليكي يا رب. امين يا رب. تسلمي. بص يا شيف عظيمه، انا الفريك لو طحنته وحطيته مع اللحمه المفرومه وعملته زي اللي انت بتعمليها تنفع ولا هتنفع؟ لا الفريك ناشف. حطي برغل. احط طب انا ما اعرفش طعم البرغل شكله ايه، بس خلاص اعمليه اطبخيه عادي. اطبخيه هيحتاج نسبه ميه وهتبقى ناشفه معاكي هتعضعض. يعني لكن احط برغل يعني البرغل ممكن طبعا. طب الكميه كم وكم؟ طيب يا شيف عظيم طبعا طبعا البرغل انعم واحسن وبيستوي على طول وبيتشرب الميه على طول وبيبقى يعني كويس طعمه حلو زي الكبيره. يعني لو ربع كيلو، بصي يعني ربع كيلو لحمه مثلا مفرومه احط معلقتين برغل؟ معلقتين برغل. طبعا كفايه كفايه يعني. بس يديها قوام كده حلو. خلاص ماشي يا حبيبه قلبي. ماشي يا روح قلبي. تسلمي لي. تسلمي يا ام جوزيف نورتيني وشرفتيني. هو الفريك بس يعد من الحاجات الناشفه قوي يعني حبيباته ناشفه، نقدر بقى نعمله مطبوخ نعمله حشوات، المهم ياخد نسبه ميه ويستوي كويس ولازم يتنقع كمان كويس. فعشان احطه في كفته هيبقى مش هو قوي. لكن البرغل ممكن طبعا، البرغل ممكن احط برغل، ممكن احط بقسماط، ممكن احط دي قمح، احط شوفان، احط اللي انا عايزاه. الحاجات البسيطه بصوا ببدرها كده وبعدين بشوح. المفروض هي بشوحها بطريقتين، يا بحطها في الفرن تاخد اللون الكراميل ده اللي هو الذهبي ده، يا اما بعملها كده في طاسه على النار اسرع عشان ارجع احطها فين؟ احطها في الصوص بتاعها. وبدا يغلي قدام حضراتكم، هديها تشويحه تاخد الدرجه البني بس بتبدره الدقيق دي، وبعدين هنبدا ننزلها في الصوص بتاعنا اهو. وهنبدا نشتغل دلوقتي في وصفه الرز. عامل شويه رز عاديين خالص ونشوف بقى الدنيا معانا عامله ازاي. تعالوا بينا بقى نرص الكفته كده بتاعتنا الحلوه دي، وهديها كده تشويحه
النار تبقى سخنه قوي. ايوه كده على الاخر تمام. ودلوقتي بقى نطلع انا مش هقدر احطها دلوقتي، لازم نستنى لما تاخد لون كده حلو ذهبي تتقفل مسامها، وبعدين نطلع لفاصل او لاستراحه، وهنرجع مع حضراتكم نعمل وصفه رز. انا هسوي رز، اللي عنده رز قديم او رز بايت تقدروا تستخدموه في الوصفه اللي انا هعملها اللي جايه دي، مفيش اي مشكله خالص طالما هو رز ابيض يعني ما فيهوش شعريه ما فيهوش، ولو بشعريه حطوا له خضار هتلاقوا طعمه بقى احلى مع البشاميل. وهعمل صوص بشاميل خفيف ينفع لاي مكرونه بشاميل، ينفع لكوسه بالبشاميل، ينفع لاي حاجه بالبشاميل، اعتمدوا المقادير دي. تعالوا بينا نطلع لاستراحه، نرجع بعد الاستراحه نكون شوحنا الكفته وحطيناها في الصوص وبنشتغل مع بعض الرز ان شاء الله. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا حمرتها، بصوا بقت ماسكه نفسها بشكل جميل ازاي، اهي بتجري بسرعه. وانا معلش عشان الوقت بدات اخد شويه رز احمصهم تحميصه كده هنا في الحله عشان نبدا نجهز للرز. بصوا بقى هاخد الحبه الحلوين دول، الصوص هنا بدا يغلي بتاع العصير الطماطم. بصوا في بقى البصل والثوم وشويه فلفل كده الوان، وهنبدا ننزل الخليط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده من غير المادة الدهنية، خلاص مش هاخدها اهو، في واحدة هربانة همسكها حالا اهو. في ناس بتحب ساعات تدخلها الفرن، خليني البس جلافز كده وامسكها اهي. بصوا تاخد غلوه حلوه، بدات تبقى ماسكه نفسها عشان في ناس ممكن تفتح منها او يعني تبقى طريه جوه الخليط ده. خلونا بقى نستبعد دي كده، وانا هنا بحمص شويه رز بحمصه. بصوا معانا مدام سعاد من الجيزه، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي الصحه؟ إيه؟ انا بخير عظيمه يا عظيمه يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. والله العظيم ثلاثه عظيمه، ربنا يبارك فيك يا بنتي ويحسن ما بين ايدك. امين يا رب حبيبه قلبي، تسلمي لي. انا حبيبتي والله، ربنا يكرمك يا بنتي، ربنا يسهلك يا رب. امين ويدي حضرتك الصحه والعافيه يا رب. ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. لو سمحت كان عايزه منك بس صوص الباربيكيو. من عينيا. تسلم من عيني، انزله لحضرتك حالا. حاضر حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك ولا من ذوقك حبيبتي. الله يديك الصحه يا فندم، وسلمي على كل اللي عندك ويحيى قناه الاهل حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، مدام سعاد كتر خيرك، نورتينا وشرفتينا، شرفتينا حبيبتي. شكرا لحضرتك ولذوقك ويعني كلامك الرائع ده، شكرا جزيلا. احنا بقى عايزين ننزل صوص الباربيكيو يا نودي. طيب بصوا بقى بقلب تحميصه كده، هديت النار شويه بقى على كفته داوود باشا تاخد غلوتين كده حلوين. وبعدين احلى حاجه بقى قبل التقديم لما احنا بنطفي النار مش لازم تكون استوت 100%، انا بطفي النار واسيبها تصلصل مع نفسها شويه وتهدى والصوص ده يتشرب حلو والكفته كده تاخد من الصوص الجميل ده، وتلاقوا الصوص بدا يتقل سنه بعد ما بتهدى شويه نص ساعه كده بعد ما بنطفي النار. فمش بالضروره ان انتوا تسووها 100% لان في لسه تسويه جوه الحراره السخنه دي.